في ايه يا جمال؟ مالهم بيك العيال الصياع دول؟ اللي جابك هنا انت هو يا كوريا؟ الحيوانات دول دخلوا بيقولوا لي كلام سافل وقليل الادب. نعم نعم نعم، بتقول ايه يا حيلتها؟ هو اياد انت هو الشيطان يعمل معاك الغلط ده؟ انتوا وقعت ابوكم هباب دي الرجاله لا انت هو تخشوا محل الناس تسرقوهم. بس انا ما كنتش اعرف انها تخصك يا استا كوريا. نعم يا حبيب امك، ما تعرفش انت هتعرنبني وانت وراكم حاجه طول النهار اللي هتسجعها والمرازيف خليلها في الحاره، ما تعرفش ازاي. بقول لك يا استا كوريا، احنا هنكبر لابراهيم وللراجل اللي معاكي وهنخلع من هنا، وكلمتين ابرك من جورنان. قال لك ما كناش نعرف، يبقى ما كناش نعرف. احنا كنا فاكرينها ولد جديد من بره المنطقه يعني. وعامه حاك علينا يا ست الخضرة الشريفة، احنا كنا فاكرينه محل جلاليب رجالي، ولا عايزين نتهبب ولا نتدلع. سلام يا عم. سلام عم وداد. سلام عم النسر. شايفة قلة القيمة اللي جبتها لنفسك بالمشخلة؟ ثم تعالي هنا، ما تنشفي كده يا اختي، ما اللي يدوسك على طرف دب ايدك في كرش وطلعي المصارين. هو انت ايه جاية من ايه؟ ما طلعتش مصارين حد قبل كده؟ ما طلعتش. الو؟ ايوه يا بابا. عامل ايه؟ اعمل ايه يعني؟ اديني متنيل قاعد اهو. انت ما بتبعتيش فلوس ليه؟ هو احنا مش اهلك وناسك ولينا حق في النصبايا اللي انت عملتيها مع الواد الزباله ده؟ ما انا بكلمك عشان كده. انا حولت لك الفلوس، هتروح تستلمهم بالبطاقه بتاعتك بس. بس ما تقطعيش يومين والتاني وتشخشخي جيبك. اخواتك مصاريفهم كتير. اوعى تجيبي سيره لامك لا تاخد الفلوس زي كل مره وتطيرهم. حاضر يا بابا حاضر. بقول لك ايه، هو انت اتجوزت الواد ده ولا لسه عايشه معاه في الحرام؟ لا يا بابا لسه ما اتجوزناش. خلاص ما دام في الحرام يبقى نحل وبره وكله بحسابه. ما تخلوش يمسك الا لما العداد يعد، لازم يعد ويبرز. انا برضه ابوكي واخاف على مصلحتك. طيب يا بابا اوكي يلا سلام. عامله ايه يا هاجر؟ والنبي ليكي وحش. ازيك يا كوريا؟ عامله ايه؟ وحشاني وحشاني قوي يا منى جوان، اصل حاسه البيت وحشه قوي. معلش يا اختي. عارفه سكا جالي وعرفني على كوريا عشان نيجي هنا ونكلم اخوكي ويطلعك من اللي انت فيه. لو النبي بلاش، ده انا ما صدقت انه بقى بينام، ده ما بينامش من يومها. وبعدين بصراحه بقى انا ضميري مأنبني من اللي انا عملته فيه، ومش هسامح نفسي ابدا. وخليني بقى مستحمله قعده البيت دي لحد ما يبقى يجي لي نصيبي واتجوز. وانت هتقدري تتجوزي حد غير سكا هاجر؟ لا حضرتك بتشتغل فين بقى استاذ فواز؟ انا بقطع تذاكر في مستشفى بوريش. اها ما شاء الله، ده العيله كده كلها في وزاره الصحه. وعلى كده ليك مين بقى في بطن البقره كنت جاي له ليله الفرح؟ واحد معرفه كده تبع العريس. وكان نصيبي الاسود اروح عشان الاقي اختي واقفه ماسكه اي شاب هناك. شوف يا استاذ فواز، انت ما تعرفنيش بس اسال عليا معرفتك ده اللي في بطن البقره. قول له مين هي اللي استقر الكوافير، هقول لك مجدع وبميت راجل، لا اعرف العوى ولا ليا في الشمال. انا من قيمه حبه كده خطيبي دخل المستشفى، كان عامل حادثه يعني، وكانت بتشتغل فيها المحروسه اختك، وانا كنت معاه. الصراحه بسم الله ما شاء الله، ادب واخلاق وبتاعه شغل، شغيله شغل شغل يعني، طول النهار راحه جايه راحه جايه، اللي يشوفها كده يقول مديره المستشفى. انا الصراحه مني ما حبيتها وبقت صاحبتي كده اهو. خدها مني كلمه، اختك دي اشرف من الشرف وبميت راجل بشنبها. بس احنا برضك يعني كلنا في النهايه بشر، اكيد بنغلط يعني، اعتبرها بكعبله، ده متكعبله مش بموت. والست دي زميلتها في المستشفى كده، تقول لها ان فاضل لها شهر وتتثبت في الشغلان، واختك بتحب شغلها
حرام عليك اما تحرمها منه يعني عشان غلطه مش هتتكرر تاني ولا ايه يا هاجر؟ اللي اخويا هيحكم بيه انا راضيه بيه، هو مربيني وعارف. للاسف ما عرفتش اربي، كنت فاكر ان انا مربي راجل ممكن اتسند عليه لما اقع، لكن الضلع لا وجعه وجع، تيجي تعدله ينكسر. تربيتك في محلها يا اخويا، اختك ما غلطتش ولا هتغلط. وبعدين احنا مش حمل قطع الشغل ده، احنا بنحط القرش على القرش عشان يمشينا. انا مش هقطع يا هاجر عشان اقول هم مصاريفك. قطع لساني لو قلت كده، والله ما اقصد. ربنا يخليك لنا وما يحرمنا منك ابدا. يا استاذ فواز، حضرتك راجل متعلم وقاري، نزل اختك شغلها من تاني واشرط عليها باللي انت عاوزه. انا عمري ما اتعودت اشرط على اختي، طول عمرها عارفه اولها من اخرها كويس. النبي يا استاذ فواز، وما ليك عليا حلفان، اختك دي مفيش زيها، ما تخافش احنا كلنا معاها وحواليها. اسمعها منها هي انها مش هتشوف الواد ده تاني ابدا. حاضر حاضر يا اخويا. خلاص يا سندس خلاص. في حاجه عجبتك دينا؟ اخسى عليكي، مش بتسالي عليا ليه؟ ما انا جيت اهو عشان اطمن عليكي. انا ماشي الحال كويسه، واول مره كمان اتفرج على المحل، ذوقك باين فيه، بس خساره في المنطقه دي. انت بتقولي ايه؟ هو انا لو في ظروف تانية كنت هفكر افتح محل زي ده اصلا. المهم اسمعي يا لحسن، انا لازم امشي بسرعه لحسن محمد شايط وبيتخانق بقى معايا في كل حاجه. اسمعي انا مش عايزاكي تقلقي من اللي هقوله ده، نادر ساب القضيه وخلاص مش عايز يكملها، بس اونكل ابو طالب بعتني عشان اقول لك حابه توكلي من غيره. سابها يعني ايه؟ سابها ازاي؟ هي لعبه؟ دي حياتي ومستقبلي. انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل، انا ربنا بيعاقبني على ايه؟ ليه كل الناس عماله تتخلى عني؟ في ايه يا دينا؟ بس معلش يا هايدي، كل ده هيعدي صدقيني، احنا دلوقتي قدام امر واقع ولازم تفكري حابه توكلي محامي مين غيره. انا مش عايزه اقوي محامين، خلاص ان شاء الله يحكموا عليا بالاعدام. بس انا مش قادره افهم اللي يخلي نادر يبيعني. الواحد طول عمره يسمع عن الاكل والشرب الدريفري، اول مره يسمع عن المحاضر الدريفري، دي جديدة ما شفناهاش غير على ايد الست جمالات والست كوريا. كوريا ما تهدي امال يا نونو، الله تخلينا نخلص من ام الفيلم الحمضان اللي ريحته ضرب في الحته دي. انا ما عجبناش، لا انا مركب دبوره ولا ساحب امين شرطه في ايدي وداخل، حتى الجزار هيجي جنب الامن والامان. لحد ما اخرج من هنا لو سمعت صوتك انت ولا مراتك انا هاخدكم معايا وانا نازل، عشان بعد كده لما يبقى لكم جيران محترمين تعرفوا تتعاملوا معاهم بادب ازاي. فين الفلوس يا نسا كوريا؟ نورتنا يا باشا، نورتنا وتعبينك معانا والله. مفيش لا تعب ولا حاجه، مش بيقولوا برضه الشرطه في خدمه الشعب؟ بس ده المحترمين بس، لكن اللي ما يحترمش نفسه ياخد على دماغه وبالقانون. ايوه كده يا حضره الضابط يا حلو انت. ايوه بالنبي شوف الجماعه المقرفين دول، ده كل قرف اللي يقرفكم. خد عد فلوسك. ملوش لازمة. كمل يا ابن المحضر. هذا وقد استلم صاحب البيت من الآنسة كوريا عبد العاطي المبلغ اللازم للتنكيس وقيمته 10,000 جنيه وفقا لتقدير الخبراء المختصين، وتعهد صاحب البيت بعدم التعرض للشاكين بأي تصرف قولا أو فعلا واللي عرض نفسه للمساءلة القانونية. تمام الفلوس؟ تمام تمام. بتمضي ولا بتبصم؟ ابصم ده ايه؟ انا متعلم. انا معايا خيط. طب اختم يا اخويا.